عمره ما دخل على البيت جارية، جابوله كتير بس يقول لها صالحة بالدنيا. صالحة ورد اليمن. معقولة راجل في مكانته وهبته وغناه ما عندوش جواري؟ لا يا حبيبتي، وهيعمل بيهم ايه؟ ما احنا مرزوقين اهو، هنروحوا فين؟ يخدموه؟ العبيد كتير يدلعوا؟ احنا نخدموه ونجلعوه ونزعلوه ونصلحوه، احنا كل حاجة. انتي لطيفة قوي صالحة هانم، تعرفي انتي ليكي عندي هدية حلوة قوي، وانتي كمان وردة هانم. خير مولانا الباشا، من خادمكم علي بيك، وإن الآن متمكن ومتحكم في الصعيد، وإن حدث لا قدر الله في الأيام القادمة وقطعنا إمدادات الصعيد من قصب وقمح عن المحروسة، فهو ليس عداء لجنابكم ولكن من عن لوصولها للأشجار، وأنت تعلمهم. واعلم أني وصالح بيك في طاعتكم وولائنا لكم، فأعينونا على الأشرار ولا تعينوهم علينا، أو تلقوا لهم بأموال النيل بأي طريقة، ونحن معكم وفي خدمتكم. مرخش على حبك كده، بيخيبني. بالعكس يا صالحة هانم، ده هيحبك هيموت عليك. بالذمة والفين أخافي قصة رجبتي فيها. ويخرب الدنيا هغسل انا وشي، لو لقيته ساكت هستناه. الحمد لله انها ليلتي. شفت الكهينه؟ الراجل يدخل عليا يلقاني كده، يا ساتر يا رب. اتفضلي صالحة هانم، هديه مقبوله، بس لو حصل حاجه هتبقى عيبه كبيره. بس على فكره دي مش هديه ولا حاجه، دي حاجه بسيطه قوي. لا هديه هديه. فضه. نعم يا ست. هتضحكي على ايه يا ملكومه؟ ولا حاجه يا ستي، شكلك حلو. اتفرج يا حبيبتي، احنا ما عندناش جواري لكن عندنا عفاريت. هات الذهب يا حبيبتي بسرعه، ولا اقول لك غوري غوري. حاضر يا ستي. خدي اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده صالحة هانم؟ هديه. بس ده كتير قوي، انا ما عملتش حاجه عشان كل ده. لا اقول لك ايه، احنا كده هديه قبال هديه، ولا اغسل وشي؟ لا 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 كده احسن، خليك كده، هديه مقبوله. شكرا. الله يبارك فيكي. اما نشوفوا اللي عملتيه فينا ده هديه ولا خازوق. اقول لك ما تيجي نبدل اليومين دول، يعني عشان لو فيها ضرب ولا قتل ولا حاجه زي دي. لا يا حبيبتي، كل واحده وليلتها. وشك بيجي رايق اهو، لو نعرف كده يا بيه كنا شايلنا جبنا بالذهب من بدري عشان تحس بالامان وتاكل. الامان في عهدك وكلمتك. اشور ناسي الاول، انت صاحب الامر والكلمه. المشوره واجبه عندنا يا بيه. صالحه تعيانه ولا ايه؟ صالحه. نعم حمام بك، تؤمر بحاجه حمام بك؟ ايه اللي عامل فيك كده؟ حبك حمام بك. تعجلي يا مره واعجل لسانك، لا اعدلك بالعصايه دي. خبر ايه؟ وتعد الليل وانا مايلة. ما مايلاش بس مال، وايه اللي في وشك دي؟ اتوحشتك يا حاجتي. صالحة ما نقص ولا حمل اي جلع. مالوش جلع، حرام. ما حرامش، بس انا جاي تعبان. اسم الله عليك، تعبان تروق، طل على وش تروق. ما قلتليش ايه اللي انت عامله في وشك دي؟ ايه عفش اغسله؟ مش كيف عفش ولا حلم، استغربتك. لا ما تستغربش، انا صالحة حبيبتك. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ ماله كده عفش كده؟ ايوه مش كده، مش كده يا بنت عمي، زي ما تقولي كده اترجفت. اسم الله عليك اترجفت. تعال اما ارجيك. ايوه ارجيني ارجيني زين. رجيتك رجوة النبي الزين اللي رجى بيها الحسن والحسين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهاب وكل عين لام. يعني ولا حس ولا خبر ولا خيبها ولا حاجة. صالحة اللئيمة تلقاها غسلت وشها قبل ما يدخلها. أنا ما أعملش كده، هي كل دور تعمل فيا مغرس، ولا زي العبيطة سلسلك.
يشوفني يشوفني. عايزه تخرب عليا صالحه. مولانا الباشا محتاجين من الميري اللي يساعد التجريده اللي رايحه الصعيد. وايه لزوم التجريده؟ علي بيه وصالح بيه قطعوا عن المحروسه القصب والقمح وده عصيان وتأديبهم وتأمين. وانا الميري عندي يا دوب على قد البلاد والعباد وكفايه على الناس الفقر اللي هم فيه. شريف باشا انت كده بتتخلى عننا. انا عندي مصالح البلاد اهم من حساباتكم الشخصيه. شريف الزم حدودك وطلع الميري. شريف باشا حسين كشكش. انا والي مصر وانا حسين بيك كشكش وبأمورك تطلع الميري. المقابلة انتهت اكوات. هيجي يوم تدفع ثمن رفضك ده يا باشا. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا بيك يا ولد. يا رب الحمام يعتبك. اي حاجة من يدك لأجيبني. ربنا يخليك لينا. انت هيانة يا ولد؟ لا رايق الحمد لله. ليه؟ وشك اصفر. اصفر؟ اصفر كيف؟ بيجي وشي اصفر دلوقتي؟ لا ما قصديش. بعد عني. اصل صالحة امبارح كان وشي حمر قوي ما اعرفش ليه. ده حمار عايرة بعد عنك. اوه عشان حطت الاحمر بتاع زينب هاني. لكن انا ما رضيتش. صالحة عندي كده؟ ايوه ده انت طيب قوي. فاكر وشها؟ ده انا اللي ما رضيتش وقلت لها عيب. همام هيحبني كده. انا هحبك قوي كده. كذاب طلع وش اصفر. ها وانت ما عارفاش؟ مش انا خيبت صالحه صح؟ ايوه خيبتها وخليتها تغسل وشها ما عيليش عليها الاحمر دي. لكن انت عيليك فيكي قوي صح. واللي جلع وهو كبير زي اللي جلع وهو صغير كبير. ده انت قمر. وانت حبيبي وبكره هتشوف انا هعمل ايه. بعد بكره. بكره صالحه. خلاص كل الحمام دلوقتي ولما تخلص هتشوف. يا ابوي شوفوا محتاجين ايه اللي طلعوا التجريده وخدوا من الناس. والحجه يا خليل بيك. حسين بيك رفع الضرايب دايما واجب وطني لتأمين البلاد من اللي قطعوا عنهم الحوت. يلا اتحركوا.